تتواصل الزيارات الميدانية التي ينفذها قيادات الجيش الوطني في جبهة نريس بالضالع لتفقد أحوال المقاتلين وتهنئتهم بحلول عيد الفطر المبارك والرفع من معنوياتهم. نائب قائد محور إب العميد عبد الله مزاحم زار المرابطين في أعلى جبل صامح والدوير شمال قعطبة، نقل خلالها تهاني القيادة السياسية وأشاد بجسارة المرابطين وما يقدمونه من تضحيات. وجئنا إلى الجبهة نشارك هؤلاء الأبطال القتال ونشاركهم الأفراح ونشاركهم التعب ونشاركهم الهجوم ونشارك كل ما يحمله من معنى يعني من حياة، نشاركهم هذا. هؤلاء يستحقوا أن نكون في مقدمتهم، أن ننظر إليهم، أن نعيش حياتهم العسكرية كما يعيشونها، نأكل بجوارهم، نجلس بجوارهم، ونحن لنا الشرف أن نكون بجوار هؤلاء الأبطال. وفي القطاع الشمالي للجبهة نفذ زيارة أخرى التقى خلالها بعدد من الأبطال من مختلف الوحدات العسكرية والأمنية وشد من أزرهم. وما زالت جثثهم بالقاهرة، وإن شاء الله سنعيد داخل دم، ونحن ثابتون بشهر رمضان الكريم وفي عيد الفطر المبارك إن شاء الله، وما العزة إلا من الله. الزيارة تكللت بتوزيع قطع الكيك وحلويات العيد على المقاتلين في المواقع والجبهات بمبادرة من القطاع النسوي في مريس كإسهام من المرأة في دعم وإسناد المرابطين وتثبيت صمود الجبهة. نصر المسعدي، قناة سهيل، الضالع.